لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا تاج رؤوسنا وقائدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله محمد رسول الله إمام وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنهم وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. هذه هي الجمعة الأولى بعد عيد الفطر بعد شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول منا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا دائما بالبركة والعافية، وأن يتقبله منا دائما سبحانه وتعالى. نخرج من شهر رمضان ومن مدرسة الصيام بأمور عظيمة، دروس وعظة الله سبحانه وتعالى أراد من الصيام هدفا، وجعل فيه حكما عظيمة. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتحصلوا على التقوى منه. ومن حكم الصيام ومما أخذناه من مدرسة الصيام درسا عظيما هو درس الأخلاق. كم كان الصيام معلما للإنسان أن يكون خلوقا، كم كان الصيام الذي فيه الصبر وفيه القوة دافعا للإنسان أن يصبر نفسه ويمنع نفسه عن سوء الأخلاق، وأن يأخذ نفسه بقوة إلى حسن الأخلاق. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيام: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. فالصيام حقيقة هو أخلاق، هو خلق تبتعد به عن سيء الأقوال وسيء الأفعال، لأن هذه العبادة وكل العبادات وسيلة لغاية عظيمة، وهي الأخلاق التي جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لتخدم قضية الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان بعض الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بقربهم المكاني، يجلسون إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يفرحون بقربهم المكاني في الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون خلفه، يجلسون إلى جانبه، يكونون معه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منزلة القرب منه في الدنيا والآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله.
قال أحاسنكم أخلاقا. صاحب الخلق هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق هو أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لذلك ذهب أصحاب الأخلاق بشرف الدنيا وشرف الآخرة ومنازلها. الأخلاق هي التي على أساسها يعاب الإنسان، يذم أو يمدح. وعندنا كلمتان، خلق وخلق، الأحرف واحدة، لكن الخلق هو ظاهر الإنسان، ولكن الخلق هي باطن الإنسان من صفات. والله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان على خلقه، هذا خلقه الله، وإنما يحاسب الإنسان على خلقه. والإنسان لا يعاب بخلقه، فهو خلق الله، خلقه في أحسن تقويم، وإنما يعاب الإنسان أو يمدح بخلقه، بما يصدر منه من كلمات، بما يصدر عنه من أفعال، من مواقف مع الناس. فكانت الأخلاق هي الدين كله، حتى قال بعض العلماء: من فضل عليك في الخلق فضل عليك في الدين، لأن الدين كله خلق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا كيف نصل إلى أفضل الأخلاق، فبين لنا حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع معالي الأخلاق، إذا اجتمعت في إنسان كان كل خلق تحتها سهلا مستطاعا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، أخبرنا بفواضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. هذه هي معالي الأخلاق، إن توفرت في إنسان كان كل خلق تحتها مستطاع له. لماذا؟ لأن المقطع الأول الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، الرحم التي قطعت لا تزورك، لا تكلمك، تخاصمك، فأنت تصلها، تزورها، تقطع خصامها وتصلها. إذا فعلت ذلك مع من قطعك، فكيف سيكون خلقك مع من وصلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وأعطِ من حرمك. احتجت إلى إنسان في يوم، كنت في حاجة إلى أن يعينك، إلى أن يعطيك، فمنعك، فلما احتاج هو أعطيته ولم تحرمه، فكيف سيكون خلقك مع من أعطاك ولم يحرمك؟ هذا خلقك مع من قطعك، مع من حرمك.
وقال واعف عمن ظلمك، الذي ظلمك تعفو عنه تحسن إليه، فكيف يكون خلقك مع من كان عادلا معك ولم يظلمك؟ إذن إذا اتصفت بهذه الثلاث كانت كل الأخلاق عندك حسنة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستوي الخلق الحسن والخلق السيء. ادفع، قابل، تكلم، افعل، لتكن مواقفك مع الناس دفعا للسيئة بالحسنة. يساء إليك فترد بالإحسان، تحرم فتعطي، تظلم فتعفو، تقطع فتصل، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، بهذه الأخلاق يتحول العدو إلى صديق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. أصحاب الصبر والعزائم هم أصحاب الأخلاق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني هذا جزاؤه، الحظ العظيم هو الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فبين أن عاقبة الأخلاق العظيمة هذه هي الجنة. هذه الآية العظيمة ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا في حياته أكثر من مرة، واقعا يصور هذه الآية بجمالها بكل ما فيها. من هذه المواقف العظيمة أن رجلا يسمى ثمامة بن أثال كان ملكا في اليمامة، أرسل أصحابه وحاول يوما أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله، نجى الله تعالى نبيه. ثم أرسل بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سرية فوجدوه مسافرا من اليمامة إلى مكة، فأخذوه أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربطوه في عمود من أعمدة المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثوق، قال: ما بك يا ثمامة؟ ما تظن أني أفعل بك وقد أردت قتلي؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني عندي عائلة وعندي أنا ملك، من يطالب بدمي؟ وإن تطلب مالا تعطى، أفتدي نفسي بما تريد من مال، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تعفو عني أعرف لك هذا الجميل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت زوجاته، فجمع ما في بيوت زوجاته من طعام ووضعه له حتى أكل وشبع. في اليوم الثاني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا تعطى، وإن تنعم تنعم على شاكر. في اليوم الثالث
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثمامة؟ فيقول مثل ما قال من قبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. عفوت عنه يا رسول الله، أراد قتلك. قال: أطلقوا ثمامة. يا رسول الله، أراد اغتيالك. قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فخرج من المسجد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقت ليس بالطويل، فوجئوا ثمامة يعود مرة أخرى، يدخل من باب المسجد بوجه غير الذي خرج به. وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان أحد أبغض إلي منك، وقد صرت الآن أحب الناس إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، وقد صار أحب الأديان إلي. والله ما كانت بلد أبغض إلي من بلدك، وقد صارت أحب البلاد إلي. وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أتت به إلى الإسلام. عفو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدله من عدو إلى صديق وحبيب وحميم، كما تقول الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تلكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي جذبت الناس إلى هذا الدين. وإن المسلمين بأخلاقهم هم الذين يأخذون بقلوب الناس إلى الدين، وإن أساءوا في أخلاقهم صدوا الناس عن دين الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. I will try to translate briefly what the Sheikh Abdullah said. He was talking about this is the first Friday after the last month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, he asked us to fast and to take a good lesson from Ramadan. Ramadan is the, and to take the good manners. The fasting is an action to be away from the bad manners. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, all the companions were happy and glad to be close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The one who have a good manners will be close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the one who have a bad manners will be away. So manners were taken from two words in Arabic language, khuluq and khalq, the creation and manners. So the khuluq, the manners, were the essence of the Islam, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us through the authentic hadith: سل من قطع وأعطي من حرم وأعفو عن من ظلم. To be good to your ties of kinship. The second, to give who prevent you from hell. And the third, to forgive who oppress you. These are the three manners will bring you to the front lines of iman. As the Quran said, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Book, the good manners will not be equal as the bad manners, as Surah Fussilat. Manners of the Prophet ﷺ taught the nation, his ummah after him, to be leaders in this, the best manners. And I don't want to make it more long. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyu salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن كان شهر الصيام قد انتهى، وإن كان الإنسان يكثر من القيام في رمضان وفي العشر الأواخر منه، إلا أن هناك
صيام لا ينقطع وقيام لا ينقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الخلق الحسن كصائم النهار وقائم الليل. صاحب الخلق الحسن كصائم النهار، يأخذ من الأجر كأنه صائم أبدا، وقائم الليل وكأنه قائم الليل أبدا، ما دام حسن الأخلاق مع من حوله من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا جميعا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم وهذه الساعة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا أزلته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أبداننا. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.